اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد على كل حال. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض. اللهم جازها بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم انزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنة. اللهم أعذها من عذاب القبر، وجاف الأرض عن جنبيها. اللهم انقلها من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود، سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. اللهم استرها تحت الأرض، واسترها يوم العرض، ولا تخزها يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمنها من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسها آمنة مطمئنة، ولقنها حجتها. اللهم يمن كتابها، ويسر حسابها، وثقل بالحسنات ميزانها، وثبت على الصراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنات في جوار نبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عن يمينها نورا، وعن شمالها نورا، ومن أمامها نورا، ومن فوقها نورا، ومن تحتها نورا، حتى تبعثها آمنة مطمئنة في نور من نورك. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنها جاءت ببابك وأناخت بجنابك، فجد عليها بعفوك وغفرانك وإحسانك. اللهم إنا رحمتك وسعت كل شيء وهي شيء، فارحمها رحمة تطمئن بها نفسها وتقر بها عينها. اللهم اعف عنها، فإنك أنت القائل ويعفو عن كثير. اللهم احشرها مع المتقين، اللهم احشرها في زمرة المقربين، وبشرها بروح وريحان ورب غير غضبان وجنة نعيم. اللهم احشرها مع أصحاب اليمين، واجعل تحيتها سلام لك من أصحاب اليمين. اللهم بشرها بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم شفع فيها نبينا ومصطفاك، واحشرها تحت لوائه. اللهم أوردها حوضه، واسقها شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم إنها صبرت على البلاء فلم تجزع، فامنحها درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب، فإنك القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم إنها كانت لك مصلية، فثبتها على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم إنها كانت لك صائمة، فأدخلها الجنة من باب الريان. اللهم إنها كانت لكتابك تالية، فشفع فيها القرآن، وارحمها من النيران، واجعلها يا رحمن ترتقي في الجنة إلى آخر آية قرأتها وآخر حرف تلت. اللهم ارزقها بكل حرف حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزاء جزاء.
اللهم ارزقها مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم أنزلها منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلها في بطن القبر مطمئنة وعند قيام الأشهاد آمنة وبجود رضوانك واثقة وإلى أعلى علو درجاتك سابقة. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارحمنا برحمتك أجمعين، وادخلنا جنات الفردوس مع المتقين، ولا تجعلنا عن بابك مطردين، ولا تخزنا يوم يبعثون. اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها، وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله. اللهم أجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إن كانت محسنة فزدها في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها يا رب العالمين. اللهم أدخلها الجنة بلا حساب، واجعل ذريتها صالحة صالحة تدعو لها بخير إلى يوم يبعثون. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم اغفر لها ولنا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم آنس وحدتها وآنس وحشتها وارحم غربتها وقها عذاب القبر وعذاب النار. اللهم طيب ثراها وأكرم مثواها واجعل الجنة مستقرها ومأواها. اللهم نور مرقدها وعطر مشهدها وطيب مضجعها. اللهم افسح لها في قبرها واجعله روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم انقلها من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور مع الذين أنعمت عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا نزكيها عليك، ولكن نحسبها أنها آمنت وعملت صالحا. أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. جئناك شفعاء لها فاغفر لها يا غفور يا غفار. اللهم يا أكرم من سئل ويا أوسع من جاد بالعطايا، خفف أحمالها وحط من أوزارها واجعلها في مقام من قام لك بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ألبسها بالقرآن الحلل وأسكنها به الظلل وأسبغ عليها من النعم واجعلها به عند الجزاء من الفائزين. اللهم اجعل القرآن لذنوبها ممحصا، ومن النار مخلصا، ومن الجنة مقربا. اللهم إنها أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك، خرجت من روح الدنيا وسعتها ومحبيها وأحبائها فيها إلى ظلمة القبر وما هي ملاقيته، كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم بها، احتاجت لرحمتك وأنت غني عن عذابها. اللهم هون علينا فراقها وهون عليها فراقنا. اللهم تقبل منها القليل وتجاوز عن التقصير، واجعل مرضها كفارة لجميع ذنوبها، واجعل آخر عذابها عذاب الدنيا. اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك،
فلقها برحمتك رضاك وجنتك، وقها فتنة القبر وعذابه وفتنة النار وعذابها، وافسح لها في قبرها ونور لها فيه، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لها وارحمها، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إن كانت محسنة فزد من حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم اغفر لها في المهديين، وأخلفها في عقبها في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين. اللهم كن لها بعد الحبيب حبيبا، ولدعاء من دعا لها من المؤمنين سامعا ومجيبا، واجعل لها من فضلك ورحمتك وجنتك حظا ونصيبا. اللهم أسكنها فسيح الجنان، واغفر لها يا رحمن. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الله الأعز الأكرم. وصل اللهم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.